مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبة بطاطا بهيدا الشكل عالطريقة التركية، كتير كتير طيبة وان شاء الله بتنال اعجابكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي بدي اعمل انا وياكم الكفتة التركية. عنا هوني نص كيلو لحمة مفرومة ناعم، وكمان عملت بصلة صغيرة مع حبتين توم بهيدا الشكل. بحط فوقهم ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة بابريكا، كمان نص ملعقة صغيرة كمون، ملح عالذوق مثل ما بقلكن عطول، كمان زيت زيتون. حطيت حوالي ملعتين طعام زيت زيتون، بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم منيح بهيدا الشكل، هلا بدنا نعملهم كرات صغيرة. بعملهم بهيدا الحجم. كفتة وجبة كتير غريبة بس عن جد كتير طيبة. شايفين كيف هيدا الحجم المطلوب؟ رح اعمل الباقيين بنرجع منكفي انا وياكم. هيدي الكفتة بعد ما عملتها بهيدا الشكل هلأ بحطها بالبراد لجهز البطاطا. عند البطاطا عملتها بهيدا الشكل، قشرتها وعملتها بهيدا الشكل. هلا بدي اعمل حبي انا وياكم لنشوف كيف عملنا البطاطا بهيدي الطريقة. بقشر البطاطا بس قشرت البطاطا بقصها عالنص. كمان بجيب ملعقة بعملها بهيدي الطريقة، بحفر بالملعقة. طريقتها جدا سهلة وبسيطة. بهيدا الشكل بحطها بالمي. كمان نفس الشيء رح اعمل هيدي، بحفر بالملعقة بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ هيدي البطاطا عملتها بهيدي الطريقة. وإذا بدكن هيدول اللي طلعوا من البطاطا فيكن تقلوهن، وإذا بتحبوا تحوصوهن مع شراب انتو حسب الرغبة. رحطها بالماي. بعد ما شفتوا طريقة تحضير البطاطا هلأ بدي كفي أنا وياكن. بصفيهن من الماي أول شي، بعملهم بهيدي الطريقة. بحط الكفتة بهيدا الشكل بالبطاطا وبحطهم بالصينية. كمان نفس الشي طريقة كتير غريبة بس عن جد طيبة.
شايفين كيف؟ يلي بحب، اذا بتحبوا البطاطا مقلية ممكن تقلوها انتو حسب ما بتحبوا، بس بفضل انا البطاطا تبقى نية بهيدا الشكل افضل. بعد ما عملت الكفتة بهيدا الشكل، هلا عندي هون كوب مي، بحط شراب، صلصة البندورة، خليطهم منيح ليدوب عنا الشراب. حطينا ملعتين صغار صلصة البندورة مليانين، خليطهم منيح، خلطنا الشراب منيح مع المي. هلأ بدي احطهم على وجه البطاطا والكفتة. قبل ما احطهم رح احط بندورة، رح احط بندورة من هيدا الحجم صغير، هيك يحطهم بالصينية بيعطوا شكل ونكهة كتير طيبة. هلأ بحط الشراب، بسم الله، أكيد عم حم الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. برش ملح بسيط، أنا حطيت بالكفتة ملح عشان هيك عم رش ملح شي بسيط. هلأ بحطها بالفرن. هيدي البطاطا والكفتة أخدت بالفرن 50 دقيقة، هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي.